في وقت كانت فيه الجزائر تغرق بحمام من الدم، وفي سنة 64 ولد جمال زيتوني، والده كان بائعاً للدجاج. وعند بلوغه سن 23 سنة انضم جمال زيتوني إلى الحركة الإسلامية المسلحة تحت إمرة مصطفى بويعلي، وفي سنة 93 أنشأ جماعته تحت اسم كتائب الموت، وقام باحتجاز 3 مسؤولين من قنصلية فرنسا، جان كلود وميشيل تيهفنوت وألان فريسير. وبعد تدخل الشيخ عبد الباقي صحراوي أطلق سراحهم في نهاية المطاف، حاملين رسالة تهديد من الجماعة الإسلامية المسلحة في إنذاراً: تطالب الأجانب لمغادرة الجزائر قبل 1 ديسمبر 93، تبنى جمال زيتوني ذبح دورير روجر ميشيل المالك الفرنسي لشركة صغيرة في الجزائر، وابنه باسكال تحت أعين أسرهم. هاجم مدينة عين الله في الجزائر وقتل 3 من رجال الشرطة و2 من موظفي سفارة فرنسا. ومع هذه الهجمات أخذ في الصعود تدريجياً في قيادات الجماعة الإسلامية المسلحة في بلدية سحاولة بالجزائر العاصمة. في سنة 94 ذهب في وضح النهار مع أعوانه إلى أحد المدارس الابتدائية ببئر خادم، وقام بتخير المعلمات بين ارتداء الحجاب أو مواجهة الموت، كما حذرهم من تعليم اللغة الفرنسية، لغة الصليبيين حسب قوله. قام بتنظيم عملية خطف طائرة إير فرانس الجزائر باريس. قائد الخاطفين عبد الله يحيى من منطقة الأوكاليبتوس، بعد مقتل 3 ركاب بما في ذلك يانيك بوني طباخ في سفارة فرنسا، ورئيس الوزراء الفرنسي أدوار بالأدور يطلب من الرئيس الجزائري زروال السماح للطائرة بالمغادرة لفرنسا، يعلن خبر عزل جمال زيتوني المدعو أبو عبد الرحمن أمين عن قيادة المنظمة الإرهابية، وتتبرأ من كل ما يمكن أن يصدر من زيتوني، والذي استخلف مؤقتاً وبصفته أميراً بحسان أبو وليد حتى يتم عقد اجتماع يضم رؤساء كل المناطق ليقوموا بتعويضه بصفة نهائية. وفي 16 جويلية من سمة 96 قتل جمال زيتوني على يد الرابطة الإسلامية للدعوة والقتال التي انشقت عن الجماعة الإسلامية المسلحة في مرسيليا. تدخل قوة خاصة يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الركاب سالمين ومقتل محتجزي الرهائن. قامت جماعة جمال زيتوني بعملية في حي عين الله بدالي براهيم التي قتلت فيها 3 من رجال الدرك و2 من الموظفين يعملان في سفارة فرنسا في الجزائر. وبالرغم من الحواجز التي كان يقيمها رجال الدرك في كل مفترقات الطرق بالجهة، كما كان هو السبب في خطف رهبان تبحيرين، لكن بعد بضع أسابيع من قتل الرهبان وقع حدث خارق للعادة، وهو أن جمال زيتوني أصبح مقلقاً لرؤسائه، وبالتالي كان يجب التخلص منه بأي ثمن.